من مدينة فاس العتيقة غادي نتقاسموا جميع قصة أمي عيشة الحبيبة، أمي اللي كافحات باش تربي وتكبر وليداتها بربعة تبارك الله، حتى دركوا مناصب عليا. ما كانش سهل عليها، خدمات في الديور، بعد في الشوارع، الخضر، المنادل، الفاطي، اللي كتب باش تقريهم. واليوم من اللي كبروا ونجحوا ما قداتها فرحة، حمدت الله وقالت غادي نرتاح وليداتي يفديوا ليا. للأسف كل واحد قص الطريق، بعدوا عليها ولقات راسها وحدانية وسط ربعة الحيوط. ملي كنت صغيرة وأنا مولا 13 عام كنت نخدم على والديا، وكنت مرضية معاهم، كبرت مع والديا، كنت عايشة معاهم هنا في فاس في بيت واحد، مهم الناس على قد الحال في الملاح. أمي عايشة الحبيبة، أمي كتاب عليها من صغرها تكون راس المحين، في السن اللي كان خصها تلعب وتقرأ وتلعب مع قرناتها الحبال والكاري، خدمات في الديور باش تعاون وليداتها. وملي تزوجات ونوات غادي تهنى ملي تولي مولاة الدار، حياني يا أمي عيشة، الحبيبة أمي اللي تمنيتيه ونويتيه ما لقيتيه. جات واحد الإنسانة جا قالت لي كاين واحد السيد باغي يتزوج بك. قبلت أنا مولا 19 عام، خديت داك السيد هذا. في الأول كان راجل طيب وكان كان يعاني معايا مزيان، في التالي ولا تقلب ولا راجل آخر. ولدت معاه الولد الأول، ولدت معاه الولد الثاني، الثالث، الرابع، وأنا ديما عايشة غير في العصا وفي المشاكل، وتمشي تنخدم في الديور وما تنخلي فين تندير، وتيجي تحيد لي فلوسي، تحيد لي الفلوس باش تمشي تسكر بيهم. ساعدي فرحي بالمرا جات، جيتي معك شي فلوس؟ 100 درهم، وملي دخلت وانا نهز وانا نحط، هاللي صيقته، هاللي صبنته، هاللي غسلته، على قبل هذيك 100 درهم كيخرجوها منا شقفه شقفه. ويلاه العصر دابا اللي جايه، كنتي مني ساليتي من عند هذيك المراه مولات 100 درهم، دوزي عند الاخرى تعطيك 200 درهم، تسالي من عندها دوزي عند مولات 300 درهم، ما غاتجي توصل 90 حتى تكوني وصلتي 500 ولا 600، اللي جايه درك. اييه، حيت انا عندي صحه جمل، نبقى نضرب في الكرفي من الصباح حتى الليل. مزيان تبارك الله. كان خدامه على قد الحال، المهم تيبيع ويشري هكا. فالمهم اللي مرات تيشري تيبيع في الخضره مره كل مره، واش تيدير؟ غتمشي دابا للسوق غتجيب لي جوج دجاجات واللحم والبرقوق وحلقي شويه على المصاريف، راه جايين عندي صحابي اليوم نبغيك تحمري لي وجهي. وزيد زيد شي حاجه اخرى، لا باقي مشهي، انا نيت غاده غاده. سيري تنتفكر ونقول لك. واسمع نقول لك، ولادك راه كبروا وما بقاوش بغاو يشوفوا الناس برانيين كيدوروا معاهم هنا في البيت. المهم عشت عيشه ديال الظلم وديال المشاكل على وجه ذوك الولاد. تينا ما ديش ندير الدراري، اش ندير ليهم؟ وزيدوا ندى بيتي، نغني فين، نشطع فين، ندردك فين، ندير فين اللي بغيت. واسكت. واللي ما عجبوش الحال الباب قدام. سكت قلت لك. سمعتي؟ انت علاش غادي نسكت علاش؟ لو بغيت نعرف شكون اللي ولد الاخر، انا ولا هما؟ وقلت لك سكت، وولادك راه عندهم حق عليك، سمعتي؟ عرفتي اش غايجيك مليح؟ وغدير خير في راسك وفينا، غتخلي هذوك الدراري يقراو، سمعتي؟ والديا ماتوا، المهم كبروا وماتوا. ملي تمشي تيقولي سير بنتي صبري على وجه دوك الولاد، ما تكبريش دوك الولاد يتامى، وتنجيب بعد الخطرة بعيني زورك. تيقول لي سير بنتي ما دوك الولاد يتامى، انا ساكن غير مع الجيران وساكن غير بيت واحد، كي غادي ندير لك مع دوك ربعه ديال الدراري؟ واش غادي نخدم عليك ولا نخدم على دوك ربعه ديال الولاد؟ قلت له ابا انا نهز، انا نخدم عليهم ونضرب تماره عليهم. المهم ما بقاش عايشه مع داك الراجل. راجلها الله يسمح ليه كان مرارا كيعرض على صحابه للدار ويزيد عليها بالشقة وتمارة والصهير الليل وما طال بلا ما يراعي ليها ولا نفسانية ولاده. وكان
كيهز يديه عليها، وبسوء معاملته لمهم ولادو تعقدوا وهي بتباهم تلاشات. انا بغيت ندوي، انا بغيت نغني، بغيت نغوت، شالي هني يا بابا وديرني حداك وتسكت. بابا تحتجني يا بابا واسكت. ورا الدري غدا عندو امتحان. ولا كان عندو امتحان في كاين المشكل؟ الا كان عندو امتحان يدوزو بالنشاط وبالشاليني في كاين المشكل؟ شتي حتى لو بقيت معاك غادي تفرقع عليا مرارتي وباز باز. سيري غادي يجي سيدي عندي مصطفى وغايجي عبد الله. لا عبد الله لا، حيدو من الحساب. عبد الله فايت ما عرفتش عليه، انا ما غنعرفش عليه. وغايجي محمد صافي ربع الله يجعل البركه. الظلم هو الظلم اللي تيدخل عليا الرجال الدار تيسكروا، هذاك هو تيتسمى ظلم قدام الاولاد ماشي ظلم. شتكم ما جيتي بكري؟ يوم السبت طلع على البولفار الكبير تات كل يوم زاهية. انا بغيت نجي، نسيت ما قلت لك سير عند السعدية. علاش امي؟ ايوا باك عاوتاني داير لينا اليوم السهرة. وايلي امي راه موالفين تنتسخروا عليه. هذاك زمان وهذا زمان، ديك الساعة كنتي باقا صغيرة، اما دابا راه كبرتي وانا ما رضاهش يسخرك على صحابه. وامي واش حنايا في بيتنا ما مرتاحينش؟ تا يسالي با وصحابه عاد نجيو نعسو. تيشوفو كانوا تيحضروا في داك الشيء كله، وتيحضروا حتى في السكيريه اللي تيجيو، تيبقاو مساكن غير بحال بحال شي شي حاجه حاطاها، تيبقاو غير ما تيخافوا يهضروا ولا هادي يضربهم. واش غنديروا؟ هادشي اللي قسم لينا الله، ولا اني دابا يفرجها ان شاء الله يخدموا خوتك ويديروا لنا شي دويره فين نرتاحوا ونتهناو كاع حنا من هاد الصداع. ان شاء الله امي ان شاء الله. يلا نوضي لبسي حوايجك يلا باش نمشيو. المهم كنت نحس بالظلم، المهم الشرب ما تيقولو، المهم غير داك الضرب تيخاف لا يمشي يفلت فيا شي ضربه قدام الوليدات. واحد في الراس وزدتي ثلاثة ودرت تشلوت هنا، باش غتكون القضيه؟ باقي ما ساليتي هذاك الحساب؟ باقي ما ساليتش، اش مشالك؟ على ما نعارض ثاني؟ انت راني تك ناقصه وديما منويه، انك عارفاني البراني ما كيدخلش عندي للدار. ما خطا هذوك الربعه اللي على بالك راك عارفهم، مصطفى كاين ميلود زيد كاين الجلالي زيد وكاين داك الصقع ديال علا راك عارفه ما كاينش بيدو خاوه كيجيب معاه ثلاثه. هادشي اللي كاين، كاين شي واحد براني؟ لا كاين حتى واحد براني. المهم خدمت ضرب التماره في الديور وهذا وانا مريضه. هادشي ما عارضت على واحد، عرفتي اش غدير؟ راهم 12 قدامك والبوطه راه هي باقا ما معمراتش. اوه بوطه غير خوات امي بغيتي نعمرها لك انا. ورا الكربه ديال الخضره فاشي بطاطا تما طيبهم وكلوهم صافي. طيبي وعاد سير. انا غادي نمشي نترزق على الله فهمتي، انا ماشي ولدتهم وخليتهم. بقى مقابلك انت وصحابك مزيان واخا. والمرا تني على الشيطان واجي عطيبي بعدا وسير. عطيبي وسير اللي بغيتي تمشي. غنمشي والله لا طيبتو لك ودير فين نجيك. والله ما نمشي تنجيب عليك الثانيه عقلي عليها. سير الله يهنيك واخ سيري. عييت تنهضر نقول له تا نقول له حشومه في وجه هاد الوليدات ما نكبرهمش حتى ما نديروش. تيقول لي ماشي سوقك انا حر ندير اللي بغيت. وامي واش حنا الصباح نقير والعشيه لحقت نقير؟ واش حنا يومين على نص الهضره؟ وابا وابا الله يرحم الوالدين نقص فيهم هاد النقير. واش غنفطروا حنا بالمشاكل ونتغداو بالمشاكل ونتعشاو بالمشاكل؟ وما كاينش الاحترام ما بيناتكم بصفه نهائيه. شي تيسب في شي وشي تيضرب في شي. تعقد فايت فايت دوز دوزت له عند الطبيب النفساني عنده عقده.
الله سبحانه وتعالى الوليد كيوصي بالمودة والرحمة، فلهذا خصها تكون المودة والرحمة ما بيناتكم، وانت ترطب قلبك من جهة وهي ترطب قلبها من جهة، وتكون المعاشرة الزوينة وعايشين حياة. أودي الله يهديك أوليدي، الله يهديك، والله هذيك الشيء هذيك والله ما تنفع مع لا مودة ولا رحمة. أصوني أنا اللي معاشرة شحال هذه من ساعة منها، هذيك راه الخير كيكون هنا كدير ليها كدفك كل شيء، حرت عندنا العيشة الله ياخذ فيها الحق. إيه كشتي أنت كتجيب لنا الحلاوي ديال الباتيسري وكتحليها لينا، ياك أنت النهار اللي كتبغي تجمعنا وزعما ودير لنا السهرة ديالك كدير لنا المشاكل والنقير والغوات، هذه هي السهرة ديالك. أنا راه بعدا راه كنجمعكم، أنت راه كتفرتكينا عاد كتهني. كتجمعنا كتروني عاد كتهني، ها أنت بسببك شوف. وابا راه كرهتونا في هاد العيشة بجوجكم، احنا نخليو لكم هاد البيت ونهنيوكم. صافي تهنيتي، هاتا غادي تهجج عليا الدراري يخرجوا يمشيو بحالاتهم وانا اللي مربيهم بغير اكتافي. ما يمكنليش غادي نولي نتزوج، ان ديك العيشه اللي كنت عايشه معاك ما يمكن، واخا طلقني يمكن لي نتزوج، قلت له انا ما نتزوجش، واخا نبقى بكاغيطي نبقى، المهم انا هزيت دوك الوليدات، عشت كبرت كبرتهم ولاو رجال قويتهم، قريتهم، واحد دار الطب مشى على برا ضرب عليهم تماره. لا انا ما ضربتش عليهم تماره، انا كنت عارف كنتفرج، انت كتضربي تماره وانا كنتفرج، ما كاينش اللي غيهجج ممكن ديك عاوتانيهم الطول وصافي صافي وحبس، وانا اللي غنطج من هاد الدار، انا سالينا حنا صافي بقيتي على خاطرك صافي ارتاحيتي، ها هما الدراري طجوا بسببك بسببي انا. هي انت راه قلت لك ما كتهنيتي كترونيها وباز بعدا وباز، سيري دابا تبعيهم والله ما عندك النفس. عاديش النفس انا، عسيري تبعي ولادك ما تابعاهمش. شتيتي قد ما قعدتي غنطلقك. على انت باقي ما طلقتيني، انا معتبر راسي مطلقه سنين وعوام، هذا معتبر راسك مطلقه سيري تبعي ولادك، اش برك ديري هنا نوض عايدين من قدام، جالسه في محالي. محالي قال محالك محالي انا وتوصل في سميتي انا، سمعتي محالي انا. محالي ولا فيك النفس اللي تبعي ولادك، الثاني فينك النفس اللي تبعهم، وانا راه باغي نتزوج وغنجيب المرا نعيش انا وهنا في هذا البيت. ما لقيتش نهضر، الا مشيت دويت مع ديك السيده غادي ناكل العصا عاود شتها، ولكن ما قديتش انا على العصا على دوك الولاد. المهم عشت معاه في المشاكل، عشت معاه في الظلمه، خليت ما درت معاه. لمن غنمشيو لمن غنعاود، يا ربي يا ربي يا ربي الدنيا تولي نتاع الخير. يا ربي يا ربي يا ربي الدنيا تولي نتاع الخير. شدي دوك الوليدات، هزيت قال لي هزيت دوك الولاد، كبرت مني شت انا داك الظلم اللي كنت عايشه، ما بغيتش داك الوليدات يتهما يعيشوا في الظلم. تزوج عاد مات والدي، عاد مات والدي، المهم انا بقيت عايشه مع داك الوليدات. على حتى هذيك اللي كنتي معاها باقي ما تزوجتيش بها؟ لا لا ما شغلكش، ياك انت قلتي مطلقه السنين هذه سيري تبعي ولادك وخليني نجيب المراه هنا. جيب المراه هنا؟ والله لا دخلت هنا المحل توصل سميتي انا، وانا اللي ضربه عليه تماره فراش فراشي سمعتي. وشكون اللي دخل الفراش من برا لداخل؟ دخلتي انت مزيان تبارك الله. وانا اللي هذا محالي محالي سمعتي، ترى كتسناني واقيلا نمشي نعرض لك على الناس ونجيب لك العماريه ونحني لك ونديك على العروسه. جيب لي العماريه لعزايه، انا قاد براسي شري تبعي ولادك، لا فيك النفس تبعي ولادك. والثاني خرج من هنا وخليني في محالي ونجيب ولادي نجمعهم هنا معايا مزيان، وانا هذيك اللي غادي نجيب البيت انا في الزرقاء مالي شغلي فيها. سيركلي ليها سيركلي ليها وسيري خرجي تبعي ولادك لا فيك النفس. مالي انا شغلي لا تزوجي ما سيركلي ليها ولا شوفي لا جاي حد تاعها. وانت اللي غادي تكري تي ولادك، انت اللي غادي تخرج، انت اللي غتخرج. اولادي غنمشي نجيبهم يرجعوا لمحالهم. ولادك تبعيهم الا فيك النفس تبعي ولادك، راه انت اللي فيك النفس لو تقلب على ديك المراه اللي خديتك. انا ما عندي نفس، انا قلبي بارد، عا خرجي تبعي ولادك. يا والله لا خرجتك منها، واش انا والله لا خرجتك منها. شوف المراه غنجيبها واحد فينا غيخص. انا بغيت انا نجي من بيته في الزرقاء. والله لا دخلت هنا، والله تدخل والله لا عاتي غتشوفي. شوف انا بالزمن لك بغيتي ولا كرهتي شي داكشي اللي غندير ما غنقولوش لك. واه سمعتي اي ونوض عطيني التيسع، ونوضي تي عطيني تبعي ولادك، راه الله المغرب هذه الله توصلي عليهم. سيري قبطت بهذا الانسان داتو
المهم بقيت عايشه مع دوك الاولاد تنخدم عليهم تنكبرهم، المهم تا كبروا تا ولاو رجال. وليده نعم. الله يعطيك الصحه بس الحساب. اسمعني الله يرحمك. ياك ما كاين دابا. اسمعني انا راه ما بقيتش باغي نشوفك كتبيعي في الرون بوانت. انا راه كيدوزو الدراري كل صباح كيشوفو كتبيعي انا تنحشم. راه باغا نبقى غير نقولو لامك. مال امك كتبيع المشوارات في الرون بوانت؟ وشنو فيها؟ بزاف ديال العيالات مكبرين ولادهم ومعيشينهم غير بالمشوارات. لا الوالده ماشي داكشي. دابا خصك تعرفي انا تنقرا الطب والطلبه اللي تيقراو معايا في الكليه راه كلهم عندهم طوموبيلاتهم وكلهم تيدوزو من داك البلاصه اللي تتبيعي فيها. واش ترضاي؟ ترضاي الوالده صاحبي يجي يشري معاك؟ تسببي لي الوالده في الاحراج ياك. لما مبقيتيش راضي بامك. اسمعني نقول لك واحد الكلمه. ان شاء الله اللي تقرا النهار اللي غادي تقرا وغادي تخدم ما غتبقاش تشوفني كندور في الزنقه كاع. ما نخرجش من الدار. الوالده من دابا جلسي في الدار حنا نخدموا. لا زيد دوك الوليدات عشت كبرت كبرتهم ولاو رجال قويتهم قريتهم واحد دار الطب. انا ما بغيتك لا تخدم ولا تردم سمعتي. انا بغيتك تقرا وتخرج طبيب. هاد التماره كلها اللي ضربت بغيت نشوف النتيجه ديالها وبغيت نفتخر بك قدام الناس وندور تانا ونقول لهم انا ولدي طبيب. عرفتي شحال كبيره عندي تكون طبيب؟ هذاك هو النهار اللي كنحلم به. يا الوالده والله ما كرسنا همض عيني ونحلهم نلقى راسي خويت هاد البيت وخويت هاد المدينه وشي طبيب كبير في شي بلاد. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. وغادي تديني معاك ها ها ان شاء الله الوالده ما نفارقكش غتكوني ديما بجنبي دعي معايا. وانا اش بغيتك اوليدي؟ بغيتك على النجاح ان شاء الله يا ربي وتوصل داك الشيء اللي بغيتي. ها انت انا راه قربت نجمع لك الفلوس ديال الكتاب اللي بغيتي. خذ هادو اللي مجموعين بعدا كل شيء يومين هكا كاينون وجد لك داك الشيء اللي خاصك. صافي هكا شد هادو بعدا شد هاد الكبار خلي لي انا هاد الدريهمات الصغار تنزيد نكمل لك عليهم. صافي يلا ديرهم في جيبك اوليدي ديرهم. ياك خلي لي انا هذا تنجمعهم عند مول الحانوت. ها شد اوليدي الله يكمل عليك ان شاء الله. هاك شد ومالك فقعان اضحك شويه مالك راك طبيب زعما. والوالده راه خصك تعرفي الطلبه اللي معايا في الكليه راه كلهم بطوموبيلاتهم وكلهم كيوصلوهم والديهم وكلهم كيمشيو للفاست فود وكلهم غنبقى نعاود لك راه بزاف. دابا داكشي ديرو انت ان شاء الله. صافي غصبر كلشي غيجي في وقته. التصرف العنيف ولا مسؤول دباهم اثر على ولادها. الولاد تشتوا والشوار والري ما بقاش كيبان. واللي قرا قرا واللي هاجر هاجر واللي تزوج تزوج. أم عايشة الحبيبة أمي خواو ليها الكتاف حمدت الله على بنيتها اللي حطت عليها الراس. الله يحفظها ليها ويخليها ليها ويهدي وليداتها. البنات حنان البنت مجوجة راجلها كان خدام داكشي ديال الحفلات دابا تيبيع غير القرو في لافيل. وحده كانت خدامه لي في الشركه تقطعوا لها سبعانة دابا مابقات غير جالسه في الدار. خرجت لها واحد التعويضات بها قديت اموري تنشري الدواء. انا دابا اللي مازال تنضرب التمارة تنخدم باش نعيش انا وديك البنت ونطمع في هذيك اللي مسكينه اللي راجلها غير على قد الحال. ما نطمعش فيها. بنات وحده تزوجت غير الراجل غير على قد الحال هي طالب معاش كان خدام داكشي ديال تجهيز الحفلات. دابا منين وقفت الدنيا دابا مسكين تيبيع غير الكارو. واش يمكن لي نطمع في داك السيد؟ يكفي مع ديك المرة.
كنت قدامه عند واحد السيده خايده تنمسح الغبره ما شفتش ديك هذا يدي تفلت ليا مشات ليا داك الباص طاح جات نقزت عطاتني ضربه قالت لي هذاك الباص راه تيسوى الثمن اللي ضيعتيني فيه هرستني من يدي ما يمكنليش ما لقيتش انا ان انا هذيك الا مشيت انا هي اللي غادي تغلبني ماشي انا نغلبها ان هيها واناها هيها وانا نجيب خاوي شنو خصك محامي وخصك تطلعوا الهبوط وهذا محامي بالاقل بشحال تجيبو ب 50 ولا ب انا ما عنديش عندي الله اللي عنده الله عنده كل شيء الله هو اللي تيحكم الحكم هو الله الدراري اللي كبرت هذا خليت لهم الله هو اللي كافيهم إن ضربت عليهم تمارة كليت عليهم العصا ما خليت ما درت عليهم ولكن ما بقاوش عاقلين الاخر عرف تيعرف المرأة نكرني الاخر على برا ما بقاش عاقل عليا ملي كان في أكادير كنت نمشي لعندو تيقول لي انا ما تنعرفكش بعدي مني وي شحال من مره كنقول لك ما تعاودش تجي عندي لهنا هاد البلاصه راني معروف فيها راه كيعرفوني كلشي كيعرفني الطبيب واش كل ساعه تبقى تجي عندي بقى يشوفوك الناس يقولوا شكون هي هادي انا ولدي غتوحشك وقلت هي هذيك نجي نعاونك هنا شويه نجمع لك الدار نغسل لك المعنات ونطيب لك داك الطاجين اللي كنتي تبغي ملي كنتي صغير نوضه ولدي دابا نصوبو وي اخر مره تعاودي تجي عندي لهنا واش بغيتي يعرفوك الناس بقى يقولوا شوف ماي الطبيب كي دايره ها واش باغي تشوهوني تنقولوا هادي ملي كبرتك وهادي تيقول في التالي تيدير لي بحال شي تيرمي لي ديك هاكي باش ترجعي لفاس ما تعاوديش تدوري بيا ما تعاودوش جيو عندي لهنا هي دابا انا ضربت هاد الطريق كلها غا باش تقول لي هاد الكلام همك غا الناس اش غايقولو ما همكش رب الناس اش غايقول واخا واخا ولدي ما قلتي عيب انا فقيره هو غني غني الى الله ميمكنلوش ما يعرفنيش واخا ولدي ما يعقلنيش يمكن لي الا ربيت شي واحد جبتو غير من الزنقه وربيتو يمكن يعرفني ولكن ولدي ولد كرشي ما عقلش عليا انا ما نسيتش والديا باش نقول انا كنت مسخوطه ديال والديا باش ربي جاب لي ولادي مسخط سخطوا عليا الولد اللي امي عايشه الحبيبه امي كانت كتمنى وترجى فيه الخير ياما ضحات وصبرات على قبله طور وجهه وهاجر لك الله أمي عيشة الحبيبة أمي وهو الله يهديه ويجي فاقد وياخذ بخاطرك وينعم برضاك ولا ما قصحش حتى عليهم أو كان شي واحد اللي تيديلو الأخبارات تيقولو لأمك اش تدير اش تدير ومرضاش الله اعلم على هاد السعايه اللي تنسعوها على هاد التمر اللي تندير مرضاش الا عنده شي واحد تيجيب له تيدي له الخبر ويجيب له الله اعلم امي عيشه من بين الحالات اللي مكلفه بهم الجمعيه واللي الحاله ديالها كنعتبرها انا خاصه لان امي عيشه محتاجه واحد العنايه طبيه كما قالت لكم في القصه ديالها مريضه بواحد المرض مزمن هو مرض القلب وللاسف الابن ديالها طبيب
وما قدرش انه يوقف مع الام ديالو حتى نفسانيا، وهو الشيء اللي كيزيد عليها الضغوطات النفسيه، الانهيارات العصبيه. وللاسف فين ما كنحاول انني نتصل به ما كيجاوبش، وفاش كنحاول انا ولا كيعرف الرقم ديالنا ديال الجمعيه، فاش كنتصلوا بشي رقم اخر كيقول لك ما تتصلوش بيا انا ما عنديش امي. يعني كيفاش كتعطيه نفسه يقول هذا الشيء؟ صعب جدا. دخلوا الفلوس غادي يبغيني انا اللي فقيره، انا اللي خدمت في الديور، انا اللي ضحيت عليه، انا كتما مشيت خدمت فيها ضربت فيها الكرفي، انا ما خليت فين خدمت سعيت، ما خليت فين مطرت، تعاونوني المحسنين باش نكبرهم يردهم رجال، ولكن لا مبقاوش عاقلين عليا. وهذاك اللي في طنجة، هذاك عارفه من واخد طنجاوية مسيطرة عليه. مشيت واحد النهار كنت مريضة باش زعما يعاوني باش زعما نشري الدواء، وهذا مشيت لعندو استقبلتني، المهم دخلتني، وهذا كانت عندي واحد كلينيكس ورقه، هذا طاح ليا هزاتو، عيطت له اجي شوف امك راه ما جاياش لعندي، ما جاياش مريضه، راه جايبه السحور باش تفرقني بيني وبينك. شوف امك جايه ترمي عليا، شوف امك جايه تلوح عليا في داري. لا هذيك العاليه اش كتقولي، امك جايه تشوفنا. لا 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 لا، امك ما جاياش تشوفنا، امك جايبه ليا السحور. اجي بعدا، اش قلتي لي نهار الاول؟ قلتي لي ما عندك لا امك لا اختك لا باك. لا 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 لا، جايبه لي السحور. لا امك جايبه لي السحور، بتفرق لي على ولادي، بتشتت لي داري. لا لا، بتشتت لي داري، بتفرق لي على ولادي. انا ولا امك؟ هو تيقول لك انا بعدي مني، انا ما تخلي ما تخرجيش عليا وعلى ولادي، ان انا غادي نخرج عليه. مالكم اش كاين؟ شت مرتك سيرة تغوت ياك؟ يلا كنتو صحة سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شوف شنو هادشي؟ علاش شنو هادشي؟ هذا مشوار كان عندي وطاح ليا، لقيتيني نيت دابا كنت نقلب عليه. وانتم العيالات ما معرفنا من شدوكم. احنا في عون الله يا ربي، احنا في عون الله، 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 احنا في عون الله. اش كدير؟ اش كندير؟ الماء والملحة، جيت نطفي هذيك العافية اللي جاية امك تشعليا في داري. هذا مرتك بالي راسها عامر بالتعويذ والتخربيق. تعودوا التخربيق، تعودوا الخرافات، هما اللي جايه تلوح عليا في داري وتشتيني على ولادي. جايبه لنا تشتيته، انا جبت لهم تشتيته باش نشتتهم. هو راه غير كلينيكس اللي طاح ليا بحال هذا، ها هو بحال هكا داير كلينيكس، طاح لي هكا. قالت له امك دارت ليا كلينيكس، جابت ليا تشتيته، وانا ربي راه شاهد عليا، انا غير كلينيكس اللي طاح لي، انا ما جايبه لا تشتيته والو. جيت نشوفه ويعاونني. شوف ابنيتي نقول لك، هذا راه عام مشوار،
ولا كانت شي حاجه في راسك بنيتي الله اعلم. انا راه ما جايه طالبه منك حتى حاجه، جايه نشوف عا ولدي توحشتو. تدوي انت ولدها ولا ندوي انا؟ اسمعي لي مزيان اش غادي نقول لك. امو اللي ما عرفتها منين جات، ما عرفتها منين طلعت، ما جبتي لي صدق، ما جبتي لي دهاز، ما كنعرفكش. شتي هاد الدار عمرك ما ترجعي ليها ولا تحطي رجليك فيها، سمعتيني؟ امي شتي ملي وليتي كتشك في امك، امك كتهان قدامك وما كدويتيش، غنساني. راه ما قاصحاش حتى عليهم، او كاين شي واحد اللي تيديلو الاخبارات تيقولوا له امك اش تدير اش تدير وما رضاش. الله اعلم على هاد السعايه اللي تنسعوها، على هاد التمارين اللي تندير ما رضاش. الا عنده شي واحد تيجيب له تيديلو الخبر ويجيب له، الله اعلم. ام عايشه الحبيبه امي وحشت وليداتها، موت وساها تمحنت عليهم ما يكفي في صغرها. اليوم العمر تقدم بها واشتاقت ليهم، تمنات تشوفهم تعنقهم وترتاح بين يديهم وهي كترضي عليهم. كان داروا فيا الخير ما نوصلش لهذا المستوى هادي، ما نبقاش مازال انا مريضه ومازال تنخدم تنضرب تماره. ملي كان الجامع ديال تجمعتي كنت نمشي نوقف فيه تنسعى يوم الجمعة، ما كانوش يعاون. علاش؟ زعما ما راعوش لهذا الشيء، خصهم يراعوا لهذا الشيء. ولكن لي الله ساكنة ببيت مع الجيران، مالهم ما ينقدونيش، يشريو لي غير ميحيل، ما نخليوش ديك المرأة في الديور ديال الكرة. ضحات علينا، كبرتنا ولا رضتنا رجال، ولكن لا ما تعقلوش على هاد الشيء. حنا كنحاولوا أننا نكونوا الأبناء ديال هاد السيدة هادي، حنا وكاع الأفراد ديال الجمعية، كاع الأطباء كيتضامنوا معاها، ولكن راه ما يمكنش نكونوا بحال ولدها اللي ولداتو كرشها. يعني هي وجهات لواحد النداء، وحنا اليوم تحتنا هاد الفرصة كنشكروا برنامج الحبيبة أمي. الله يخليك إلا كنتي عاود كتشوفنا مرة أخرى، الأم ديالك محتاجة واحد الدعم نفسي. هي ما قاتلكش لا عطيها لا الفلوس لا حتى حاجة، ولكن نفسانيا يعني إلا ارتاحت فهو غينقص عليها داك الضغط اللي كيسبب لها أنها ديما كدير انهيارات عصبية، كتوقع لها أزمة قلبية اللي كتبقى في المستشفى الأيام طويلة. الحمد لله كاين الناس اللي كيتعاونوا معها، كاين محسنين، ولكن الأم ديما محتاجة للوليدات ديالها داك اللمة ديال الأبناء ديالها عليها، فهي غتريحها بزاف. والرسالة موجهة حتى للابن ديالها اللي كاين في مدينة طنجة. البنيتات ديالها الحمد لله كيحاولوا أنهم يعاونوها نفسانيا، ما عندهمش الماديات، ولكن على الأقل غير داك البوسة ديال الراس ولا البوسة ديال اليد اللي كيقولوا لها فيها الأم رضاي علينا، تحس باللي على الاقل المجهودات والمعاناه اللي عاشتها لطيله الشباب ديالها وخرجت المعاناه في سن صغير ما مشاتش هباء منثورا. ولكن جوج ديال الوليدات قاصحه انهم يتخلاو على الام ديالهم. ينقدوني الا ما تبغاوش يرضوا. انا الا بغيت شي واحد، انا الا شي حاجه من الوالدين ديالي داروا شي حاجه ننقدهم، باش علاش ما رضاش؟ دابا مريضه متبعه تنشري الفانيد ب 6000 ريال. الدكتور الله يذكر الله يخليها لنا بركه، هي اللي مسكينه اللي تتعاوني في ذاك الدواء وتتعاوني في العلاج هي والمحسنين. ما ننساش الخير ديالها. انا شنو ذنبي؟ انا كنت نعنفهم؟ ما كنتش نعنفهم، انا كنت نتعنف على حسابهم هما. شنو درت لهم انا؟ درت لهم شي حاجه؟ كنت نقول لهم سيروا خرجوا تسعه سيروا تجيبوا لي الفلوس من السند ولا من الهند تجيبوا لي الفلوس؟ شنو درت لهم؟
خصني نعرف شنو درت لهم. الطريقة خصني نعرف شنو درت لهم. أنا بغيتهم غير نشوفهم، إلا بغاوني يجيو مرحبا بيهم، ما بغاونيش ما عندي ما ندير لهم. ملاقنا عند الله. كنتمنوا ان شاء الله في حلقات مقبله نشوفوا ام عائشه فرحانه ما بين وليداتها. الحمد لله الحاله الصحيه ديالها في تحسن بعد ما كانت دارت واحد العمليه صغيره على القلب ديالها، كتحاول انها تاخذ الادويه اللي ما حتى هي ماشي سهله باش تشريها، ولكن الحمد لله كنحاولوا اننا نوفرهم ليها. وكنتمنوا ان شاء الله ام عائشه قول لنا شي كلمه في البنيتات ديالك. انا البنيتات راضيه عليهم دنيا واخره، انهم اللي مرضيين واخا ما عندهمش ما والو. هما الاخرى واخا مسكينه غير راجل على قد الحال، تتجي تزورني وتتشوفني. الاخرى مسكينه هي اللي هزت الدار وهي اللي تتعاوني، واخا انا تنضرب تماره في الزنقه وهي تضرب تماره في الدار، وتيصبحوا تيبوسوا ليدي منا ومنا. هذوك هما اللي عندي مرضيين. حتى الوليدات مرضيين، حتى الوليدات ما تيعقلوش عليا. ودابا رضا عليهم باش ان شاء الله المره الجايه. انا راضيه عليهم دنيا واخره، مغطيه لهم فرشا. تاقم البرنامج خدا بخاطرها وفاجع عليها وحاول يقنعها باش تسامح وترضي عليهم. ومن جهتنا وعدناها باش نوجهوا هاد النداء لوليداتها وحبابها وجيرانها. اليوم وحنا في هاد الشهر المبارك، الحبيبة أمي لالة عائشة محتاجة لكم. ديروا خطوة لاجر، سولوا فيها، ديروا اللازم، فاجئوا عليها، فوزوا برضاها. الجنة تحت أقدام الأمهات، وعار الجار على الجار. أم عائشة احنا معاك، تمحنتي يعني عانيتي بزاف، تربيتي دوك الوليدات تنكاو عليك، ولكن كيف كنعرف انا الفاسيات المأصلات المغربيات ما كيحقدوش وما كيسخطوش. يعني نطلبوا منك بسميه الناس ديال الحبيبه امي وبنسم، يعني مازال يهديهم الله ان شاء الله ويرجعوا لك. رضي عليهم امي انت وسامحيهم، ومازال ربي كبير، خلي الله، ربي كبير، ربي كبير، سامحيهم ودوي معاهم، الله يهديهم والله يرضي عليهم. سامحيهم مسامح كريم امي انت. انا مسامحه لهم دنيا واخره، ولكن قدام الله نتحاسبوا. وسامحي لهم بعدا وبغي يهديهم هنا في المهم. انا مسامحه لهم هنا، ولكن تما ما نسمح لهمش. ولكن ان شاء الله ربي يرجعهم ليك. الا رجعوا علينا، الا رجعوا لعندي مسامحه لهم هنا وله. ما رجعوش انا عائشه توحشتهم. توحشتهم ماشي ما توحشتهم، انا توحشتهم ماشي ما توحشتهم، وباغيه نشوفكم. الا بغيتوا تجيو مرحبا بكم، كي انا كبرتكم وخدمت عليكم وضحيت عليكم، بغيتو تجيو. انا مازال من حدي بقيت الحياه، ولا مت مهم لي الله. رضي يعني انا راضيه عليكم دنيا واخره، مغطياكم ومفرشه لكم. الله المهم فوجه الشيء تيدو الشيء. لا اله الا الله، لا اله الا الله.
وحنا كيف قلنا بعيد عن الاحزان وغنعيشوا الافراح معكم داخل الجمعيه الخيريه الاسلاميه لرعايه المسنين والتكافل الاجتماعي اللي كتراسها لاله السعديه. يعني تكلمي لينا على التوجات ديال هذا الفرح وهذا العرس وكيفاش كتعيشي هذه الاجواء داخل هذا الدار. الحمد لله دابا كما شفتوا المسنين عندنا واحد الجناح ديال الذكور وعندنا واحد الجناح ديال النساء. لاحظنا واحد الانجذاب بين واحد المسنة واحد المسن، انسجام لهذا. وداك الطاقم ديال المضافين كيقولوا لي كيبلغوني يوميا بالاخبار ديال المسنين، وانا نقرر باش نزوجهم، خديت الموافقه ديالهم بغاو، وان شاء الله غندير لهم واحد العرس جماعي. سي الحسناوي، هو سي ادريس الحسناوي هو اللي غادي يتزوج بواحد المسنه من دار المسنين هنا، وسي حمادي البلبال النحال حيت عندي حمادي اخر بلبال، سي حمادي النحال حتى هو يا معمره ما تزوج، واخا كبر في السن، اول الزواج اول الفرحه ديالته بغيت نفرحو، كنا درنا له عمليه ولا كيشوف مزيان، دابا بغى يتزوج، حنا غادي نعاونوهم باش نديروا لهم زواج جماعي ان شاء الله. ومن خلالك من خلال جمعيتكم وعبر برنامج الحبيبه ميه كنديروا دعوه لجميع الفنانين والفنانات اللي بغاو يحضروا العرس، لان غنعنوا عليه هذا عرس، وحتى المحسنين ديال منطقه علال البحراوي اللي يجيو يدعموا هذه الجمعيه ويجيو يفرحوا مع هاد الناس، خصوصا ان الوباء الحمد لله هو بدا كيترفع والحجر يعني دابا كاين امكانيه باش دار الحفلات وتحدات في شي مئات ديال الناس. كنظن سي دريس وسي حمادي نحتاجوا واحد الزغروته ياك. ان شاء الله هي اعطينا شي زغويته.